مرتبط باللاعبين العرب، الزمالك بيبدأ الفترة المقبلة التفاوض بشأن اللاعب مهدي أوبيلا. اللاعب مهدي أوبيلا هو لاعب حسنية أجادير المغربي، لاعب خط وسط مدافع. ليه اللاعب ده؟ لأنه باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك هو اللي طلب اللاعب ده بالاسم، باعتباره أنه هو في المغرب كتجربة سابقة لكارتيرون كان بيشوف مستوى اللاعب القوي دفاعيا والقادر على التصويب بدقة وبقوة من خارج منطقة الجزاء. فباتريس كارتيرون أوصى بالتعاقد معه أو ببدء التفاوض معه، فالزمالك بدأ بالفعل أنه يتحرك ناحية التفاوض مع مهدي أوبيلا لاعب خط وسط الدفاع المغربي في المرحلة المقبلة. لكن طبعا لسه هنشوف، وفي أسماء كتيرة الزمالك بيفكر فيها مين اللي هيحسمها، ده هيتضح قريبا. إفريقيا أنا أتمنى بس بالمناسبة يعني بدأوا حضراتكم كل فريق الإعداد كده تعملوا في يوم من الأيام كده دراسة، يعني ناخد بقى جملة اعتراضية بالموضوع، تعملوا دراسة هو 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 لعيبة شمال أفريقيا اللي موجودة في مصر، هي ال 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 الفئة الأولى منهم أو الفرز الأول منهم هو اللي بيجي في مصر، ولا الفرز الأول بيروح أوروبا ويبقى له اهتمامات تانية؟ طب الفرز اللي بيجي مصر يساوي فنيا المبالغ الكبيرة اللي دفعت فيه؟ وهل المبالغ الكبيرة دي لو دفعت في حتة تانية ممكن تبقى أفيد ولا لا؟ خلي ده موضوع تبقى حاسس ان سؤال استنكاري، يعني اجابته لا من وجهه نظرك. لا انت حضرتك، انا بقول لك ادرسوا، انا بقول لك عابرا هو فجاه بقى كل الباقي من السفر لاوروبا ثم الخليج في الدوري مثلا المغربي، الدوري التونسي، فجاه بقوا موجودين في مصر بشكل كبير. فهل الكلام ده مع مبالغ كبيره جدا بتدفع؟ لان انت عارف احنا دول الشمال عامه بنختلف شويه عن الدول الافريقيه، فالمبالغ بتكون كبيره في للاعبين. هل الكلام ده هو الافيد للكره المصريه، ولا في ممكن بالمبالغ دي وباقل منها يكون في لاعبين من السن الاصغر من افريقيا ولا لا؟ يعني ممكن ده موضوع يعني يبقى له وقته. ممكن يكون استفاده من الانديه بقرار الاتحاد.